بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكره القدم بقياده البرتغالي فيتوريا اللي اعلن عن القائمه الاوليه للاعبين المحترفين واللي بتضم 11 لاعب لمعسكر شهر اكتوبر المقرر انطلاقه في الفتره من 9 لحد 17. المعسكر هيكون فيه مباريتين وديتين امام زامبيا، بعدها الجزائر يوم 12 و16 اكتوبر. فريق المقاولين العرب اتعادل امبارح مع الزمالك بنتيجة 1-1، وده كان في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز. محمود أبو سعود حارس مرمى المقاولين العرب حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك في المباراة اللي اتلعبت امبارح على استاد القاهرة. فريق بيراميدز فاز على البنك الأهلي بنتيجة 1-0، وسجل الهدف إبراهيم عادل في المباراة اللي جمعتهم امبارح باستاد السلام في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري. ورابطة الأندية المصرية المحترفة اختارت إبراهيم عادل مهاجم نادي بيراميدز كأفضل لاعب في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري. الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي حرص على إقامة مباراة ودية امبارح على ملعب التتش بمشاركة مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين، وده في بداية تحضيرات الفريق لمباراة العودة أمام سانت جورج في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر ليها يوم الجمعة الجاية على استاد القاهرة. خاض لاعبين الفريق اللي لم يشاركوا في مباراة الذهاب أمام سانت جورج تدريبات استشفائية، وده للتخلص من الإجهاد العضلي. كمان بدأ عمرو السولية الجري حوالين الملعب، وده ضمن البرنامج اللي بيقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي. والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن أنه من النهاردة هيتم طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 واللي هتقام في السعودية نهاية العام الجاري في الفترة من 12 لحد 22 ديسمبر اللي جاي. كمان منتخب مصر لكرة القدم للصم فاز على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم للصم 2023 واللي بتقام في ماليزيا. النجم الأرجنتيني ميسي عاد امبارح لتدريبات فريقه انتر ميامي الأمريكي بعد غياب عن آخر مباراتين للفريق. التقارير الإعلامية أكدت أن عودة ميسي للتدريبات مع فريقه استعدادا لنهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة أمام هوستن دينامو يوم 28 سبتمبر الجاري. خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع لمنى وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا يا لميا، شكرا جزيلا طبعا على استعراضك لأهم الأخبار الرياضية.